عشان كده يا رجاله الدو وايل دي نفذت لي الكود على الاقل مره، صح ولا لا؟ الكونديشن يا شباب ما تنفذ، بس سوري يعني بيطلع فولس، بس عشان الدو وايل هي الامبلمنتيشن بتاعها كده، طريقه تنفيذها كده، ان هي تتنفذ الاول وبعد كده تشيك. فاهميني ولا ايه؟ تمام يا باشمهندس، معاك. فلو دخلنا 1005 هينفذ مره ويخرج عشان الاكس قيمتها اتغيرت، صح ولا لا؟ اه طب لو دخلنا 100 يا رجاله هيخرج؟ لا هو عشان لما يجي يعمل الكونديشن هنا مش هيلاقيها ب 2000، صح؟ هيلاقيها اتغيرت بقت بكام؟ مية الله ينور عليك. ومين بيجاوب؟ محمد ابو منى. الله ينور عليك يا عبد المنعم، انت كده مبروك عليك بالبروجرام. والله بحاول الله ينور. اجمع، انا كنت في الفات يعني بحاول اجمع فيه، بس فاهم. والله العظيم يا عبد المنعم انا انبسطت والله انت لما جاوبت دلوقتي. عايز اقول لكم يا جماعه ان اول مره عبد المنعم يكون عنده انتر اكشن في كورس انا بديه، فدي حاجه كويسه، والشباب هنا محترمه صدقني، فدي حاجه كويسه جدا. والله يا هندسة أنا سكت علشان أي حد يقول. طب ممكن تسقف له يا ياسر؟ معلش والله العظيم أهو أهو، والله العظيم جامد. أنا انبسطت وأنا سكت على فكرة، وقفلت المايك بقى، يعني بقى هفضل أقول أه وكده، فاهم؟ أنا الوحيد اللي هقول لا حد يرد ده. ماشي ماشي تمام كده يا رجالة. أنا لقيت صمت فقلت رد بصراحة. طب ما هو الرد ده يخليك تفهم أكتر، حتى لو أنت جبت غلط نبتدي نفهم إن أنت عندك مشكلة فنصححها لك. طيب قصدي بس. ومصطفى ياسر هو باعت لك تسقيف على الشات، محترم مصطفى ياسر. ايش يا باشا؟ طب عملنا 200 يا رجاله هيلوب برضه. اول ما نيجي عند 1001 يخرج ايه؟ بره. اتفقنا كده يا رجاله؟ يبقى امتى يا تمام. رجاله نختار الدوايل؟ ردوا انتوا. ها قول وانا صححه. حد يقول والنبي ينفع تاني السؤال معلش؟ امتى نستخدم الدو وايل؟ طب امتى نستخدم الوايل؟ يا اسطى مش عايز ايموشن، بيفتح عايز رد. رد النبي يا اخي. قول. طيب قول يا لما اكون عارف عدد اللفات استخدم الفور. حلو. لما اكون عارف عدد اللفات استخدم الفور، لما اكون مش عارف عدد اللفات استخدم الوايل. لما بحدد، الله ينور عليك، لما بحدد الكونديشن بتاع اخر لفة هو الوايل، صح كده؟ انا بفضل الف لغايه ما كونديشن معين يتحقق، انما الفور انا بلف مرتين، بلف ثلاثه، بلف اربعه، بلف سته، بلف ثمانيه. فاهم قصدي؟ انما الدو وايل امتى استخدمها؟ لما انا اكون عايز انفذ كود الاول وبعد كده اتشيك على الكونديشن، انما الوايل والفور الاثنين مشتركين في بعض ان هم بيتشكوا على الكونديشن الاول، فلو هو فولس ما ينفذوش الكود اللي جواه، انما الفور انما الدوايل بتنفذ الكود اللي جواها وبعد كده الكونديشن بتشوف الكونديشن. فاهمني؟ تمام تمام احنا كده وقفنا لغايه اللوبينج. مش معنى كده ان احنا مش هنكمل في اللوبينج تاني، لا، المره الجايه هناخد الاري وناخد حته في الجي اي وناخد حته في حلو السيكوال حلو قوي كمان، حلو. وعايزين فهندخل نسد لوب بقى يا اللوبينج. هندسة، فهندخل اللوبينج في الاري. النسد لوب ده انا بحبه قوي الصراحة. حلو. عايزك تعمل لي، طب عشان هو سأل سؤال قال لك النستد لوبينج، فاحنا عايز اديكم اسئله وتعملها لي المره الجايه. الله بقى.
يبقى احنا كده عندنا تو تاسك. ايه هي؟ عامل لك شكل يعني بالنسبه له؟ اه بالنسبه له شكل ايه؟ تحب شكل هون. ايه؟ هرم؟ عايز هرم. لا ده شكل صح. عايز هرم طالع اه نازل يعني بمعنى يعني، ثانية كده. صعب يجيب لي حاجة اكستريم. يا عم مش عايز دي يا عم، انا عايز بيراميد سلوب. طب مش فاهمني ليه؟ اه عايز دي كده، واخد بالك؟ بس بالنجوم مش ارقام يعني، صح؟ مش ده هرم مثلث باصص لفوق، عايزك تعمل له مثلث باصص لفوق، وبعد كده تعمل له باصص لتحت باصص لفوق. اهو كده. ايوه مقلوب مقلوب يعني مقلوب. اه اه ماشي ماشي. فلما الاثنين يتلزقوا ببعض يبقى شكل معين، ما هو هيبقى لا جول انا واحد اتلخبطت. يا اسطى، هيبقى كده، هيبقى كده ايوه كده تمام تمام وكده. يا نهار ابيض. ماشي ماشي ماشي، بس دي لوب لوحدها عشان ما تلخبطش نفسك، دي لوب لوحدها ودي لوب لوحدها، اه فعلا دي حقيقة. اه ما ينفعش الاثنين يتعملوا في لوب واحد. ايش هحاول باشمهندس فيها هحاول. باشمهندس، هو واحد بيقول لك نعمل زي ضربات القلب، بقى نقعد نعمل كده. انا عملت قبل كده قلب نس بلوك بالهارد قلب قلب خصايه. تمام يا رجاله.